وبشأن العقوبات الأمريكية الجديدة على رأس النظام الإيراني، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الإيراني محمد المذحجي. سيد محمد، مرحبا بكم. بداية، يعني ما هي قراءتكم للعقوبات الأمريكية الأخيرة والتي طالت قيادات عليا في طهران؟ في البداية أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام. هذه العقوبات تستهدف ما يقارب 100 مليار دولار من أموال النظام الإيراني التي أودعت في حسابات شخصية لأفراد أسر النظام ومسؤولي النظام، أفراد أسرهم، وأيضا المؤسسات والشركات التي يمتلكونها في خارج البلاد. في الواقع ترامب يضيق الخناق اقتصاديا على إيران بعد النجاح الكبير للعقوبات التي فرضها على قطاع النفط، والتي استطاع ترامب أن يخفض تصدير النفط الإيراني مما يقارب 2,800,000 برميل باليوم إلى 300,000 برميل. وصل هذه النسبة حسب وكالة رويترز للأنباء البريطانية. وسيستمر هذا التصعيد في مجالي الأمن والاقتصاد ضد النظام الإيراني. طيب، ونقطة أخرى يجب الإشارة إليها، وهي تتعلق باستهداف الطائرة المسيرة. وإيران كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بطائرة تجسس أمريكية تقل 38 كبير أمني أمريكي، التي إيران أدعت أنها قصدت هذه الطائرة. من المفهوم أن الصين زودت إيران برادارات ثلاثية الأبعاد المتطورة جدا التي تستطيع أن ترصد الطائرات، لكنه لا يوجد رادار أن يرصد ما هو عدد ركاب الطائرة. وهذا يظهر أن هناك من يزود إيران بمعلومات حساسة استخباراتية من داخل الولايات المتحدة، من اللوبيات التي تعمل ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتريد أن تستهدف سياسته. وهذه اللوبيات في الولايات المتحدة تدعم إيران بشكل صراحة وعلانية، ولم تخفي دعمها لنظام الملالي هذه اللوبيات في الولايات المتحدة، ومعروفة بعدائها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طيب سيد محمد، يعني كما تفضلتم 100 مليار دولار من النظام أودعت بأسماء عائلات النظام وأيضا الشركات التي يمتلكونها خارج إيران، لكن تعتقد أن الحكومة في بغداد ستترك طهران تواجه العقوبات وحدها؟ يعني الحكومة في العراق هي حكومة مسيرة تفقد أي سيطرة وأي اختيار عمل بالنسبة لها. جزء من هذه الحكومة يعمل لصالح النظام الإيراني وجزء آخر لصالح الولايات المتحدة. طيب، ولا يمكن الحديث عن شيء اسمه حكومة عراقية. فهذا الصراع الذي نشهده بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني أيضا نشهده في داخل العراق، وسيتصاعد هذا الصراع بالعملية السياسية الفاشلة والفاسدة في العراق. والآن نراها أن هناك من يحاول أن يقترب من الولايات المتحدة، منه رئيس الوزراء الحالي، ومن يحاول ان يطيح بهذا الشخص اي عادل عبد المهدي ويستبدله بجماعه المالكي او غيره من الميليشيات المواليه لايران. طيب، هنا على ذكر ايضا انعكس سيد محمد، على ذكر الميليشيات، كما تعرفون القرار شمل املاك المرشد وايضا قيادات عسكريه ايرانيه في إلى أي مدى ترى أن العقوبات ستؤثر على أنشطة إيران وبالتالي دعمها للميليشيات في المنطقة؟ يعني هو بشكل واضح نحن لمسنا تأثير العقوبات الأمريكية على جماعة حزب الله الإرهابية في لبنان، التي لم تستطع بعد أن توفر الرواتب وتصرف رواتب على موظفيها، وبدأت تستجدي الأموال في أوروبا. هنا نحن نراها بأم عيوننا كيف يستجدون الأموال باسم التبرعات للمؤسسات الخيرية طبعا وليس باسم جماعة حزب الله، ويجمعون الأموال من خلال أنصارهم في أوروبا وحتى في أستراليا ليرسلوها إلى لبنان، لكن هذه لا تكفي. والتمويل الإيراني للميليشيات قل بشكل كبير، وإيران لا تستطيع أن تمول ميليشياتها في المنطقة. طبعا يجب الانتباه إلى أن الميليشيات العراقية هي أساس الفساد، ولا تعتمد على التمويل الإيراني، بل تعتمد على التمويل من أموال الشعب العراقي، وتسرق وتنهب هذه الأموال لتمول نفسها. فالموضوع يتعلق بالميليشيات اللبنانية واليمنية وباقي الميليشيات في شمال أفريقيا، التي إيران
لم تستطع بعد تمولها بشكل جيد، وأثر ذلك بشكل سلبا على هذه الجماعات المسلحة الموالية لإيران. هذه العقوبات سيد محمد تأتي بعد إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، برأيكم هل أن الولايات المتحدة تعول على العقوبات الاقتصادية حتى تهرب من مواجهة عسكرية مرتقبة؟ يعني إذا استظهرنا لتصريحات مستشار الرئيس الإيراني الذي طالب الولايات المتحدة بفتح المجال لتصدير النفط الإيراني ولو بشكل جزئي إن لم تريد الولايات المتحدة التصعيد في منطقة الخليج، وفعلا الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لا تريد التصعيد في منطقة الخليج حاليا حتى الانتخابات الأمريكية القادمة في نوفمبر 2020 العام القادم، وإيران تعلم ذلك أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخوض أي تصعيد أو أي حربا في الظروف الحالية، وهو بدأ حملته الانتخابية للانتخابات القادمة في داخل الولايات المتحدة، وإيران الآن تحاول أن تضغط على هذا الملف لتنتزع امتيازات اقتصادية من الولايات المتحدة. طيب سيد محمد، سيد محمد إيرانية. سيد محمد، تعتقد بعد 2020 إذا ما أعيد انتخاب ترامب هل سينفذ ضربة عسكرية ضد إيران؟ إن لم تكن ظروف الانتخابية ترامب لضرب إيران حاليا، يعني إسقاط هذه الطائرة كان كافيا لترامب يشن حربا ضد إيران، ولا غبار على ذلك أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد القضاء على نظام الجمهورية الإسلامية. أنا لا أقول أنه تريد تدمير إيران، موضوع مختلف عن إيران كدولة أو كبلد، تريد إسقاط النظام الحالي، تريد تستبدله بنظام آخر، هذا سياسة معلنة من قبل المسؤولين الأمريكيين طبعا عدا ترامب. ترامب يقول انه لا يريد اسقاط النظام، لكن جميع سياسات الولايات المتحده تشي بذلك، وجون بولتون مستشار الامن القومي الامريكي صراحه وعلانيه قال انه على النظام الايراني ان يذهب، هذا لم يؤثر فيها على احد. السياسه الامريكيه واضحه معلنه تجاه النظام الايراني. نعم سيد محمد. هذا السبب، النظام الايراني يريد ان يغير ساحه اللعبه ووقف توقيت اللعبه ايضا. من لندن المتخصص بالشان الايراني محمد المذحجي، شكرا جزيلا لكم.